ليش تقولي ليش ليش تقولي الحب لعبة، ليش تقولي ليش تقولي الحب لعبة، ليش تقولي حياتي معك صارت صعبة صارت صعبة. ويز جود شباب ومرحبا بكم كالعادة والعويدة، معكم التوب جي بتاع رياكس يوليا الجملة بريكو شكل يا بوي قلاي بيبي جي. هبت تراك ابارامو، هذا اول تراك من الالبوم بتاعه على خاطر طلع معاه الاخ الهادي زعيم وغير اللي هو عنده ألبوم وبش يبدأ فيه تهبيط الألبوم بتاعه بعد حوالي 10 شهور ولا حاجة كيفك. المهم التراك اللي هبته عنده نهار من اليابط، التراك ذا اليوم 4-3 دونك البارح عنده 24 ساعة من اليابط. التراك عامل 92 ألف فيو علي يوتيوب، نمره 7 في التوندونس. التراك اسمه باوي 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 زعما فما حاجة جديدة. قلبي صافي خوك هكايا نعيشة، فما حاجة جديدة حتى ما تحبنيش، كلمة تسعيب معايا ما تقضيش، بيجي نار وبيش نعيش. باوي باوي انتي حنقوم انفس جديد ونعاوي، باوي باوي والضربة اللي ما تقتلنيش تقاوي، قطرة دم لتريك مكمل معايا المولى عليه معمل، لاخر جولة اما نسلم لا شايل حمل كثير ما تحمل، في حرب الدنيا بحياتي مقمر وسط العاصفة واقف نتأمل اما نقيس لا ضربة الضربة ما تقتلش تقاوي، جروح الدنيا وحدك داوي مش بالسطول والكيمياوي باش تلقى الحل، في وسط الظلمة طريقك ضوي، الناس الخايبة حياتك هوي، في قصتهم كن انت راوي للعزل للأمام ديما القدام، عقلية جندي القاسم المسافة صفر عدين انفج، العين ما تنام برشا تخمام، من داوي وجعتي بوشي من داوي وجعتي كان كنصلي الفجر، قلبي صافي خوك هكايا. يو 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 شنايا ذي يا شنايا الولاد هذي عدين انفج، العين ما تنام برشا تخمام، من داوي وجعتي بوشي من داوي وجعتي بوشي من داوي. تصور البارح هذي فيديو عملتها انا ابو سعادة، مش تابت عند ابو سعادة وتجبد الموضوع وقت اللي قال سمارة نحس وجيعة نمشي نمشي نوشم. يا اخي قيل توا كلاي من داوي وجعتي بوشيم ابا 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 العين ما تنام برشا تخمام، من داوي وجعتي بوشيم من داوي وجعتي كان كنصلي الفجر، قلبي صافي خوك هكايا نعيشة. ونفس الموضوع اللي قاله ابو سعادة، قال خويا كي تبدا عندك وجيعة تمشي تسلي مش تمشي توش. والتراك مازال ما هبطش، راهو الفيديو صورناه البارح في النهار والتراك هذا مازال ما هبطش. التراك هذا هبط في الليل، ما حكيت الثمانية متاع الليل ولا السبعة ولا حاجة كيفك، ولا ممكن التسعة والله ما نعرفش وقتاش هبط التراك. نكذبش عليكم شباب، نكذبش عليكم وقتاش هبط التراك. اما شو اسمه ابو سعادة قال خويا تمشي تسلي كل خير حتى ما تحبنيش، كلمة تسعيب معايا ما تقضيش، بيجي نار وبيش نمديريش، باوي 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 انتي حنقوم انفس جديد ونعاوي، باوي باوي والضربة اللي ما تقتلنيش تقاوي تقاوي، سيفيل جيون ايماني بربي تريفور، ما نمشيش ورايا جارد كور، معايا المولى حامين حاجة ايشي سانز الكول، من صغري نلعب سينيور ديما رابحهم بسكور، وما يخبر حد في عمرين ديما نيش ديليكا، ما تريغنيش ليريكا، لا يملا عيني لا جوتشي ولا بلوتشي مونيكا، كل ساك بتاتيش كلام هذايا ذا، شكون اللي يحكي على ليريكا؟ فما واحد يحكي على ليريكا تاليها لاقتا كان لفام الحركة ربي طيب بابا ويا عزمات عنده اللي قال لي طير البركة من قلوبهم الحاك ده كنا تكتك تعشق فيك، عطت الهذوب وخليت رجالك كيك تعيش ايه بابا برش عبيت بيطان احكيه عشيك وحنا تكتك فكينا الشارع وزدنا احتلينا الكيس، قلبي صافي خوك هكايا نعيشة، حبلك الخير حتى ما
ما تحبنيش يا نوريش كلمة تسعيب معايا ما تقضيش يا بيجي نار وبيش نولي ريش يا باوي يا باوي يا نتيح ونقوم ونفس جديد ونعاوي يا باوي يا باوي يا والضربة اللي ما تقتلنيش تقاوي لو التراك عودة ميمونة وعودة جديدة وعودة سمحة سعودة عدم زياد عدم زياد دي قلايبي بتجي مستحيل انك تقول سيء وفيه ذي سيء الحاجة الوحيدة اللي نقصة كلاي التو وهو ديجا حكي عليها وقال والله انا ما تعنيني شي ليماج ريت على ليماج نقص كليبيت مثلا نقص تصوير برو ما عندكش برود برو كلاي ما عندكش برو ما تحبش برود برو اكي تجيب لك اللي يصوروا واللي منجوا واوتفيتات والدنيا مدعوك وعندك خويا حاجه معاهم اقول لهم انت فيهم وجه تاخذوا انتم كذا ونخونا كذا كيما اي ارتيست اخر برو خير ارتيست ويت الكل كيك الارتيست ويت الكل صف اول وانت بتبيعتك صف اول من قبل برو تعامل مع برود برو اللي بالرسمي تجي تقول لك اجا نصوروا كليب كيما هكا ياك فما خيرات عبيد تصور في ايماج جمعة شو اسمها سلمى السليمي ولا سلمى بن قمرة سلمى بن قمرة واللي معاها شو اسمه السليمي عبيد يصوروا في كاليتي ترعب برو ترعب صاحبي برا نعاود وبر دنيا مدعوكة شن عشان نوع هاي شن عشان نوع باوي عطينا ضربة باوية كلا باوي شن عشان نوع قلبي صافي خوك هكايا نعيش يا اوكي حب لك الخير حتى ما تحبنيش يا اوكي قال لك نحب لك الخير حتى كان ما تحبنيش بيه كلمة تسعيبة معايا ما تقضيش يا كلمة تسعيبة معايا ما تقضيش معايا تجي تقول له اسمع زعما نربح بروموسبور وكلا يجيب يقولوا يسعيب سعيب نو ما يقولوش سعيب وكلا يقول له يدي باش تربح صاحبي باش تربح بروموسبور يجي نهار وباش نولي ريش يا يجي نهار وباش نولي ريش تعرف التراكات اللي عملهم كلاي وهبتهم من مسيرة متاعه من نمبر وان معناه من اول تراك لهذه لحظة سيدة ذي نرمى المورة واكرز ارتيست في تونس والله ارى واكثر ادي اكثر واحد عامل فلوس الحاجه اللي مبهتتني انا كيفاش السيده ذي مش عامل فلوس بون فمك الحفلات ناقصين شوكيسوات ناقصين اما راو كيفاش تحكيوا على مانثلي ليسنينج في سبوتيفاي وفيوز في اليوتيوب راو برشا فلوس وين الفلوس هذيك ما ندروش اما حسب انا فاهمي هو تخلى مع شكون معناه فمك يا ومره تخلي يخدم مع شو اسمه البرود هذيك او مره تخلي من غير ما نسميه معناه فهمتني او كتخلي خدم مع البرود هذيك وكل مره برود تتعقرب عليه في فلوس وهو بطبيعته ما عندوش مع الامور هذيه متاع معناها يعمل مشاكل متاع عايجه ونشكي بيك وكفزت هذوك ما كبتاع حسيبك ربي معناها نار اخر ناخذوا من لحمك فهمت كلاي كيكه بك عقليك تاخذ من لحمك انت حنقوم نفس جديد ونعاوي تحسها تمشتي حلالي مشتي حال خرانية برو الخرانية تحسها متاع انتي بخلت على الموزيكا كي ولا تليت في موضوع اخر ولا كذي تيح انا اتذكر وقت كي تنحتك شين يوتيوب مرة وقت خدمت مع خالد بوغات فتنحتك شين يوتيوب هذيك تسمى تيح وقومة ومش معنية تيح وقومة ما عندكش موزيكا عندك ديجا موزيكا باوي 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 والضربة اللي ما تقتلنيش تقاوي قطرة دم لتريك مكمل معايا المولى عليه مع ماوي قطرة دم لتريك مكمل معايا المولى عليه مع عمل الاخر جو وانا نقول شبيه الصوت طايح والفيشة لانية ماش داخلك اللي بالضبط شوف كي تدخل الفيشة تولي تعايت الكرو ولا الفيشة دخلتها على الاخر معناها في وسط النقب مش بالغالب قطرة دم لتريك مكمل معايا قطرة دم لي طريقي مكمل قال لك قطرة دم لي وطريقي راني مكمل معايا العالي ديما معاه المولى عليه معمل لاخر جولة اما نسلم لي شاي الحمل كثير ما تحمل في حرب الدنيا بحياتي مقمر وسط العاصفة واقف نتأمل اما نعيس لي قال لك واقف نتأمل في وسط العاصفة ريت العاصفة الدنيا داخلة بعادة شفتوا شو صار في فالنسيا اوه عبيد موتة وكراب والدنيا مدعوك حاسين اللي حشتوا في راية كي كبوتة عجلة من عارشنا باراشوك اي موضوع فالنسيا ودي تهزت الدنيا يا معلم عبيد تدخل في كش اسمه المجازانيات ليدل وبيلا والفازت هذوكم ياخذوا في الماكلة بلوش تردت الدنيا كلها تابعة ولت مارون البلاد مش البلاد الولاية ولت مارون تعرف معايا مارون
سبحان الله. قدر ضربة ما تقتلش تقاوي جروح الدنيا وحدك داوي مش لاني هذي الصوت درا كيفاش حسيته لانيك لا لاني هاي ضربة ما تقتلش تقاوي الضربة ما تقتلش تقاوي جروح الدنيا وحدك داوي مش بالزيتون والكيمياوي باش قال لك جروحك داويها مش بالزيتون والكيمياوي ها قال حل في وسط الظلمة طريقك ضوي الناس الخايبة حياتك هوي في قصتهم كن انتي راوي للعزل للأمام دي من القدام عقلية جندي القاسم المسافة صفر عديان انتج العين ما تنام برشا تخمام من داوي وجعتي بوشام عليش عليش هذي عليش هذي عليش هذي عليش نحب نفهم عليش عليش يا لبيب يا با لبيب يا با اه لبيب وينك لبيب سوا لبيب لك وحشه لبيب البلاد دي من اللي غبت عليها انت وغبت على تلفزنا البلاد خمجت يا برو عليش فسرونا قولونا اخويا عليش قال له منداوي جروحي يا بوشين بون هو راهو ينجم يكون بونش لاين كما ينجم يكون موش بونش لاين بون هو موش بونش لاين بونش لاين اما نتاع اوكي برو راك حكي الحكايه ما تجيش هو راهو موش بونش لاين ولا كلاش ولا اما نتاع برو راهو الحكايه اللي حكيتها راهي زايده على الاخر نتاع معناها ربي حازمني كرنان كيف هي الاغنيه بلي ربي حازمني كرنان يعني واش مش اسمه تراك مش اسمه تراك هذاك بربي حاسبني بربي اتون 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 لازم نطيحو تراك بربي يعني نازم في عنده برشا تراكيات كيف مش نلقيه انا تراك هذي يا حوم بربي حاسبني كانت نجم كيف نعيش وجيعة نمشي نوش ما حاجة كيف كيكا كيف نعيش برشا وجيعة نمشي نوش ما هبطت 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 من زيت نلقى روحي في 1 مانث والموسيقى ما زالت حاسيل وذاك هو حاب يقول له راه ما يجيش برو تقول كيف تعيش وجيعة تمشي توشم كيف تعيش وجيعة برا امشي صلي فهمت هو حاب يقول له وكيكا وذي حاجة بيها ذيك فش تشكب على واحد في الراب كي تجيب انت حاجة اكسح من حاجة اللي هو قيلها طب هو شنية قيل هو قيل مثلا فاست لوشيم كيسحة ذيك راه كيسحة كيف نعيش وجيعة نمشي نوشم كيسحة اللي حكيها كلاي توا اكسح متاع بروك تحس وجيعة تمشي تصلي مش تمشي توشم ورا ما نداويش معناها جروحي ولا كذا بالزوتول والكيميائي والعقارات نداوي وجعتي كان كنصلي الفجر قلبي صافي خوك هكايا نعيشة حب لك الخير حتى ما تحبنيش كلمة تسعيب معايا ما تقضيش يجي نهار وبش نولي ريشة 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 بس جديد ونعاوي yeah. باوي باوي والضربة اللي ما تقتلنيش تقاوي بيرد يا اخي الدنيا غادي في لاتينيزي ولا انا غادي خاطر لاني تشوف في نص غادي في كبوت ولا مش في تونس هذايا اصلا في السيفيل جيون ايماني بربي تريب قاوي في السيفيل جيون ايماني بربي جيول ولا جيور جيول سمعت جيول تنش تقاوي في السيفيل جيون ايماني بربي تريفور ما نمشيش ايماني بربي تريفور ورايا جارد تريفور ما نمشيش ورايا جارد كور شكون اللي يمشي وراها جارد كور شكون اللي يمشي وراها جارد كور نفس العبد متاع الوشيم ولا شكون عندنا واحد اخر عنده لحظه 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 هذا اي ليه يا برامو هذا يا برامو اي ليه شكون اللي معاه شو اسمه ذاك كتويل باللحي ما هو علي ولا ديما معاه ديما مع علولو هذاك الله اعلم هذه تنجم تكون علولو تنجم تكون الاسمر سمور خاطر برجو ليا كيفاش يقول لي واحد ولا ليه لي علاقه بالارتيستوات نقول لك برو علاقه ليه علاقه برو ليه جيون ايماني بربي تريفور ما نمشيش ورايا جارد كور معايا المولى حامين شنو علاش يحكي فيها الحكايه هذي حاجه شيء سونز الكول من برو توا قلت غاديك هذي 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 غلطه هذي انت قلت راه ما نداويش جروحي ولا مش ما نداويش جروحي معناها كان عندي مشاكل راني مانيش حاجه شيء ولا نو لهنا قال حاجه شيء هو شو رايا جارد كور معايا المولى حامين حاجه شيء الاخرى قال جوين وكيميائي معناها راه كي تبدا عندي مشكله ما نستعملش الكذا وشاي اما راني قال لك حاشي عيشي حاشي عيشي سونز الكول انيور دي ما ربحهم بسكور وما يخبر حد في مريم دي مانيش ديليكا ما تريضنيش ليريكا لهنا مريم دي مانيش ديليكا ما تريضنيش ليريكا مقاوية في الخدمة وينبوكي انا نوني 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 مش هذاك التراك انا نوني بالليريكا
انا 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 والحكم يبدأ يتفرج من بعيد يستنى في شكوى مش يحكي يقول والله أنا راني نلحم ويهبط عليه القانون الجديد كانوا فهم الحركة ربي طير البركة من قلوبهم الحركة دنيا تكتك دعاء خايبة ذي يا برو ربي طير الحركة من قلوبهم الخايبة ربي طير البركة البركة ربي طير البركة من قلوبهم من قلوبهم الحركة دنيا تكتك تعشق فيك عطتلها ذبوم وخليت رجلك تعشق فيك عطتلها ذبوم وخليت رجلك ليه 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 برو مانيش عارف الشيء تحب تقصد بي عطات لهذوكم وخليت رجالك هيك اما راو فم عبيد برو راو ساعات وخدمة وتكتكت وخدمة ريوسة وجابت المرشية ذاك وجابت المرشية ذاك باش وصلوا للنيفو ذاك وعاملوا فلوس فم راو فم لا واعلم كيفاش انا ما نعرفش كجيت نعرف راني في نفس النيفو ما باين ما فميش واحد فيهم برو قاعد كايا وهابدت عليه الفلوس كل مطر ما فميش باز راو عمل موضوع باز راو فم شكون فيهم عمل مذيذي معناه ومشيت معاه الدنيا وحلت معاه ولد خويا كراب ولد مش كراب كرابة بارك كرابة سبور غالية على الاخر دار فواياجات لبسة منا من غادي كذي فهمت باز باز يا قلاي باز هذي برجو ليا عشق فيك عطت لها ذبوم وخليت رجلك تعيشوا عشق بكيرو فكينا الشارع وزد نحن كريتو قالوا تعيشوا عشق ونحن دقدق وذكم العشق هاكم عاملوا فلوس مش بينين عشق برو الببليك بيخسر لهم مش عشق سادي بون ساعة هو رفي شكون يقصد ونجم يكون يقصد بالرسمي في شكون عشيق وما ما فهمتوش يعني خلينا الكيس قلبي صافي خوك هكايا نعيشة حبلك الخير حتى ما تحبنيش بعد ما دعيت عليه برو بعد ما دعيت عليه برو قال له ربي طير البركة من قلوبهم الحاقدة قال له نحبلك الخير حتى كن ما تحبنيش نعيشة حبلك الخير حتى ما تحبنيش كلمة تسعيب معايا ما تقديش يجي نار وبشنو ليش باوي باوي انت حنقو منفس جديد ونعاوي باوي باوي بابي ما تقتلنيش تقاوي حلو التراك يا بوي مبروك اول تراك مساكر برودكشن يخدم على برودكسيون مساكر مانيش عارف على مساحة معاه ولا مبروك تستحق برود برو برو المارفل المارفل اس يا برو المارفل اس صاحبي بالرسمي توا قاعده صاحبي اتهز في الارتيست ويت نتاعها النيفو اخر صاحبي وتجيب لك الموف ما تصورك وتجيب لك شو اسمه لحتيم والاخر ومن غاديك وقمره وسليمي وكلها تجي تصورك برو يدي تخرج في ابها حواليك حاسيلو هكا وصلنا لاخر الرياكسيون بتاعنا ان شاء الله تكون ساعه عجبتكم الرياكسيون سبونتاني على الاخر راه ولا مونتاج لا راس الانبوات الوريه دمريقه لا برجو ليه حسيتو يكلاشي في الوليد يعني حسيتو يكلاش بين هذيك وجيعة نمشي نصلي مش نوشم هذيك سامارة ما غير ما نرجعوا فيها هذيك سامارة سامارة هذي أمور هو إيه موزيكا زي الاخر ليريكا حسيتها كي مطيشه الموقع ما نعرفش شكون غنى على ليريكا فما واحد اخر سميوه كفما واحد اخر سميوه انا راني مكبتيها في تراك من تراكيات موقع ليريكا 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 والاخر بتاع الجارد كور هذيك راهو ذا اللي علولو علاش على خاطر علولو معاك طفل هذاك طويل وعنده لحيه ومقرع وعنده زاد جارد كور اخر بتاعو ما عادش موجود معاه في كونجي غيبوبه حاسيلو كان صحيح اكتبوا لنا صحيح كان غلط اكتبوا لنا غلط صلحوا لنا المعلومه مره وذا مو 100% سمارة 100% ريتو سمارة 100% هذا كمان دويش بالوشام ولا وجيعه وكذا ذكر سمارة 100% البقيه راو الله اعلم شك فيه شك فيه سينو بالنسبه للتراك خويا 10 على 10 عوده جديده عوده ميمونه ستيل جديده ذا الرخليه تو الرخليه كلا جمعه جي نحب تراك اخر بالكليب نتاعو بالنسبه للكليب برو برجوليه الكليب تحسه ناقص شويه برو مش
نقولوا كلاي بي بي جي معناها كليب، لازم كليب في بالرسمية نيفو كلاي بي بي جي. إذا موش في نيفو كلاي بي بي جي برو، وقت اللي فما ارتيست ويت جدد مش معروفين يعملوا في كليبات ترعب، فهمت كيفاش؟ توا شو اسم هذيك لالي سنيك برو، الطفلة هذيك لالي سنيك ملا كاليتي برو، عاملت الطفلة ما عنديش برو فان بيز كبيرة بالرسمي ما عنديش، وعاملة ذيك ملي كان عندها فان بيز شي تعمل برو قعقعة الدنيا. سينو شباب كان عندكم رأي حطوا الرأي بتاعكم في كومنتير، كان عجبتكم الفيديو جيبوا بارتاجوا مع اصحابكم، وتوا وقايت بومباكلات بيسيامو.